أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وأسواق مدينة النجف لا تبدو عليها حركة التبضع المعتادة قبيل هذا الشهر، حيث يرى الأهالي أن الركود يعود إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة الشرائية. رمضان عندنا يعني عندك ما عندك لازم هاي لازم هذا الأمور لازم تشتريهن يعني. بعدها صعد الاسعار ما صعد الاسعار بس الكاسب يتضرر بها يعني. يشوفون المواطن الفقير يعني احنا عندنا امكانيه يجوز. انا ساعد امكانيه اسوق رمضان اكو ناس ما عندها امكانيه. والله يعين الفقير بهاي الظروف. البعض طالب بدعم البطاقه التموينيه بمواد اضافيه وتفعيل الرقابه على المتاجر، فيما يرى تجار ان مضاعفه الاسعار يعود لارتفاع سعر صرف الدولار. الحكومه المفروض تتدخل، تنزل للاسواق تشوف الاسعار. شنو سببها وليش قبل رمضان؟ السنة يعني مو ذاك الإقبال لأنه تعرف الوضع ما مستقر بسبب صعود السوق صعود الدولار وأغلى البضاعة يعني مو مثل كل سنة يعني مو مثل كل عام يعني خصوصا هذا الموسم تعرف أنت موسم رمضان يبدي بشعبان يعني قبل رمضان بشهر إحنا هذه لود بس هاي السنة يختلف يعني الوضع بسبب ما مستقر السوق. وتكررت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان لتستقر على الأسعار الجديدة دون أي محاسبة ملموسة من أجهزة الدولة المعنية. وكانت الحكومة العراقية أعلنت عدة خطوات مؤخرا لضبط الأسعار في الأسواق، لكنها لم تعلن خططا استراتيجية أو بعيدة المدى لضبط الأسعار في السنوات القادمة. من النجف الأشرف، طلال حسن، السومرية.